السلام عليكم أعزائي تلاميذ السنة الثالثة، ومرحبا بكم في قناتي. موضوعنا اليوم هو حل التمرين الثاني من المراجعة النهائية لامتحان شهادة البكالوريا. هذا التمرين من وحدة تطور جملة ميكانيكية، طبعا تمرين يحمل أفكار متنوعة، ومن خلاله ستتعلمون إيجاد عبارة التسارع باستعمال القانون الثاني لنيوتن كما تعودتم، وكذلك باستعمال مبدأ انحفاظ الطاقة لأنه مبرمج لكم إيجاد التسارع باستعمال مبدأ انحفاظ الطاقة. فقط تابعوا معي للآخر. والتمرين الذي سنحله أمامكم حاولوا فيه ثم عودوا وشاهدوا الحل إن شاء الله. اقرأ جيدا التمرين ونستخلص المعطيات كأول خطوة. ها هي الآن كل المعطيات. قيل لنا نجر الجسم S بواسطة قوة F ابتداء من نقطة A، أي هنا قيل لنا من السكون معناه VA تساوي الصفر، حتى يصل إلى النقطة B. في كل مرة نغير من شدة القوة، معناه في المرة الأولى نجره بقوة شدتها 1.3 نيوتن ويصل إلى النقطة B، ثم نعود نجره بقوة أكبر إلى آخره حتى نمر على جميع القيم الموجودة في الجدول. وطبعا كلما نغير القوة F سنسجل زمن الانتقال من A إلى B، أو زمن قطع المسافة AB التي هي 2 متر، اللحظات مدونة كذلك في الجدول. ونبدأ على بركة الله بأول سؤال. حدد المرجع المناسب لدراسة حركة الجسم S، وما هي الفرضية التي تسمح بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في هذا المرجع؟ المرجع المناسب كما تعرفون هو المرجع السطحي الأرضي، لأن الحركة تتم على سطح الأرض، نجر جسم إلى آخره سقوط جسم. كما تعرفون هناك ثلاث مراجع: الهليومركز الخاص بحركة الكواكب حول الشمس، الجيومركز الخاص بحركة الأقمار الاصطناعية حول الأرض، وسطح الأرضي الخاص بحركة الأجسام على سطح الأرض. والفرضية هنا هي أن يكون المرجع عطالي، تطبق قوانين نيوتن في المراجع العطالية. هكذا المرجع المناسب هو المرجع السطحي الأرضي، لأن الفرضية أن يكون المرجع عطاليا. إن طرح عليكم أعزائي التلاميذ ما هو الشرط أن يكون المرجع السطح الأرضي عطالي، الشرط هو أن تكون مدة الدراسة أصغر بكثير من مدة دوران الأرض حول نفسها. السؤال الثاني يقول: مثل القوى الخارجية المؤثرة على الجسم S خلال حركته. طبعا القوة الأولى هي التي مثلت قوة الجر F، ثم القوة الثانية هي قوة الثقل P كما تعلمون هكذا P، ثم قوة رد الفعل R بهذا الشكل، طبعا عموديا على السطح، ها هي R. ثم الآن لما أنهي من تمثيل هذه القوى، طبعا أكون قد قرأت جيدا التمرين وأفهم أن هناك قوى احتكاك تكافئ قوة واحدة ومعاكسة لجهة الحركة. أمثلها دائما: الاحتكاك عكس جهة الحركة، بما أننا نجر الجسم نحو الأعلى في اتجاه القوة طبعا من A إلى B، فالقوة جهتها عكس دائما جهة الحركة. نمثلها، ها هي قوة الاحتكاك، نرمز لها بF ميسكيول. إذن تؤثر على الجسم أربع قوى. ثم ثالثا ألف ذكر بنص القانون الثاني لنيوتن. سأشرح لكم طريقة بسيطة جدا لتتذكروا نص القانون الثاني لنيوتن انطلاقا من القانون. لدينا قانون ثاني لنيوتن، هذا هو، هكذا يساوي إلى ام أج. إذن هذا ماذا يعني؟ هذا الجزء يعني مجموع F القوى X، هذا هو اختصار لكلمة exterior أو الخارجية، يساوي إلى الكتلة، كتلة الجسم
أو الجملة المادية. في هذا تسارع مركز عطلة الجملة. جي تسارع مركز عطالة الجملة. ما قلنا سابقا الفرضية التي تسمح بتطبيق القانون الثاني لنيوتن هي أن يكون المرجع عطالي. لذا لكتابة نص القانون نفتح مزدوجين ونبدأ في مرجع عطالي فاصلة. المجموع الشعاعي للقوى الخارجية المؤثرة على جملة مادية يساوي في كل لحظة إلى كتلة الجملة في شعاع تسارع مركز عطالتها. نكتب هكذا في مرجع عطالي المجموع الشعاعي للقوى الخارجية المؤثرة على جملة مادية يساوي في كل لحظة جداء كتلتها في شعاع تسارع مركز عطالتها. ثم الآن السؤال ب بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن عبارة التسارع هي هذه. directement ستكتبون هذه الأسطر الثلاث. الجملة المدروسة هي هنا الجسم S المرجع سطحي أرضي المعتبر غاليلي. ثم بتطبيق القانون الثاني لنيوتن وتكتبون القانون la somme des forces extérieures تساوي إلى M في A هكذا. ثم الآن إن لم تمثل القوى ستمثلونها. هنا طرح السؤال حول تمثيل القوى قبل هذا. إذا مباشرة مجموع القوى هذه ما هي؟ قوة الجر F زائد قوة الثقل P زائد قوة رد الفعل R زائد قوة الاحتكاك F تساوي إلى مجموع هذه القوى إلى أم A. ونحن طلبت منا عبارة التسارع A معناه يجب الآن أن أتخلص من الأشعة. كيف ذلك؟ بإسقاط العلاقة طبعا وفق المحور الموجه X فتحة X. أكتب نبدأ ها هو المحور X فتحة X ها هو موجه في جهة الحركة هكذا. نبدأ بإسقاط هذه القوة F. أسقط كيف ذلك من نهاية هذا الشعاع F هكذا أسقط عموديا على المحور XX فتحة هكذا. إذا مسقط الآن هذه القوة F هي هذه المركبة الأفقية هكذا نسميها FX. أكتب هنا كي يظهر FX ها هي ها هو الشعاع FX أو المركبة FX. الآن لاحظوا هذه المركبة FX تنطبق على المحور X فتحة X ولهما نفس الاتجاه. إذن أنزع الشعاع هنا لF أعوضه بFX مباشرة. أكتب FX هكذا. ثم أنتقل الآن إلى قوة الثقل P. هنا لما لا تكون القوة عمودية على المحور ولا تنطبق على المحور معناه دائما نحللها إلى مركبتين ونحن طبعا تهمنا فقط المركبة هكذا الأفقية التي نسقطها وفق محور الحركة. دائما من نهاية شعاع الثقل بهذا الشكل تعامد مع المحور هكذا هكذا. إذن أين هي المركبة بإكس؟ هي هذه ها هي نسميها بإكس هكذا هذا الطول أو هذا الشعاع. ثم لاحظوا الآن مسقط بي هي بإكس وبي إكس لها عكس جهة المحور إكس فتحة إكس. إذن ناقص بما أن اتجاه بي إكس والمحور متعاكسين أضع إشارة ناقص ناقص المركبة بي إكس. ثم ننتقل إلى R كما تلاحظون هنا أو دائما R عمودية على المحور الحركة. إذن مسقطها يساوي إلى الصفر زائد
صفر، مسقطها هو نقطة معناه تساوي إلى الصفر. ثم الآن ننتقل إلى قوة الاحتكاك منطبقة على المحور لكن جهتها عكس جهة المحور. إذن أنزع الشعاع وأضع إشارة ناقص هنا، ناقص F يساوي إلى M، الكتلة M في التسارع A بدون شعاع. الآن سأجد عبارتي Fx و Px. ديجا هنا تستطيع هذه العلاقة مساعدتكم بحيث أجد Fx بدلالة F وكوس بيتا. أبدأ بكتابة كوسينوس الزاوية بيتا، ها هو المثلث القائم. كوسينوس بيتا يساوي إلى الضلع المجاور، ها هو المثلث القائم، الضلع المجاور الذي هو Fx قسمة الوتر الذي هو F. إذن Fx ماذا تساوي من هنا؟ تساوي إلى F في كوسينوس بيتا، F كوس بيتا. ثم ننتقل إلى Px. Px ماذا تساوي؟ Px هنا دائما 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 تساوي إلى P في سينوس زاوية المستوى المائل، شرحته في حصص عديدة سابقة. دونك P في سينوس ألفا، ها هي. الآن نعوض بهاتين في العبارتين في هذه العبارة الأولى. منه هنا Fx أعوضها بF كوسينوس بيتا ناقص P سينوس ألفا ناقص F يساوي إلى MA. إذن A ماذا يساوي؟ بما أن المطلوب هو عبارة A، كل هذا قسمة الكتلة M، معناه F في كوسينوس بيتا ناقص P سينوس ألفا ناقص PTF قسمة الكتلة M. ثم نحاول كتابتها على هذا الشكل، معناه هنا سأفكك الكسرة، هذا لوحده وهذا كذلك لوحده. دونك سأكتب A يساوي إلى، دونك على حسب طريقة الكتابة، نبدأ بكوسينوس بيتا هكذا، كوسينوس بيتا على M في F، كوس بيتا قسمة M في F. دونك هذا الطرف خلاص وجدناه. ثم ناقص، أفكي كل الكسر، ناقص الآن هذا، هذا موان P، دونك ناقص P سينوس ألفا قسمة الكتلة M. ثم أخيرا ناقص F قسمة A، ناقص F قسمة M. ثم الآن هذا الطرف كذلك خلاص وجدناه، بقي لنا هذا G سينوس ألفا. كما تعرفون P يساوي إلى MG، نكتب هكذا A يساوي كوس بيتا على M في F ناقص الآن P هو MG طبعا في سينوس ألفا هذه قسمة M ناقص F على M. هنا تلاحظون أن M يختزل مع M، ثم تصبح A تساوي إلى كوس بيتا قسمة M في F ناقص G سينوس ألفا فقط، خلاص اختزلت الكتلة، ناقص F على M. ماذا بقي؟ بقي هذا الطرف، بقي علينا استخراج هنا ناقص كعامل مشترك، نديرو أقواس نتحصل على ماذا؟ A يساوي كوس بيتا قسمة M في F ناقص افتح قوس، كي نحي ناقص يصبح G في سينوس ألفا، ثم هنا كي نحي كي نخرج الناقص كعامل مشترك زائد F على M. لما سأنشر أو أنزع الأقواس هذا يولي ناقص، هذا يولي كذلك ناقص كما كان. إذن هي العبارة المطلوبة، قارنوها مع ما طلب منكم. حتى الآن عبارة التسارع. رابعا أثبت أن المعادلة الزمنية للفاصلة X تعطى بالعلاقة X تساوي 1 على 2 A T مربع. هنا نعلم أن التسارع A يساوي إلى مشتق الثاني
للفاصلة x بدلالة طبعا أو على dt مربع. دونك نجد علاقة بين x و a، كم قلنا a يساوي المشتق الثاني للفاصلة. هكذا كذلك نعلم أن a يساوي إلى dv على dt، و v ماذا يساوي؟ يساوي إلى dx على dt، وبالتالي a سيساوي إلى d مربع x على dt مربع. من هنا أتت هذه العلاقة. إذا نقوم بتكامل الآن A لإيجاد أولا عبارة V، ثم نقوم بالتكامل لعبارة V ونجد عبارة الفاصلة X. نبدأ إيجاد عبارة V لT. أول شيء نحتاجها فيما بعد، V لT تساوي إلى تكامل A dt، وتساوي إلى ماذا؟ AT، دونك تكامل عدد ثابت A في T، زائد القيمة الابتدائية أو إن كونستانت التي تمثل القيمة الابتدائية للمقدار الموجود هنا V0، V0 أو VA، أي V لحظة الانطلاق هنا تساوي إلى الصفر، V صفر تساوي إلى الصفر. منه عبارة V لT تساوي إلى A في T. ها هي نؤطرها، لم أمسح العبارة هذه لأننا نحتاجها فيما بعد، ثم نواصل. وجدنا عبارة السرعة، الآن سنجد عبارة الفاصلة حيث X لT يساوي إلى تكامل V لT طبعا بالنسبة للزمن أو dt، ويساوي إلى تكامل V لT الآن هو AT A في D طبعا كل هذا dt. و X لT ماذا سيساوي الآن؟ أنزع التكامل، ولما يكون المقدار لديه T ماذا سأقوم بماذا؟ سأقسم الكل على 2 وأضع هنا أس 2، معناه واحد على أو أضرب في واحد على اثنين أو أقسم على اثنين، واحد على اثنين A، دونك أضرب في واحد على اثنين، هنا T ندير له أس اثنين هكذا، لكي لما أشتق اثنين مع اثنين هذا يروح، طبعا زائد X صفر الفاصلة الابتدائية، هنا مبدأ الفواصل هو لحظة الانطلاق، إذا X صفر يساوي إلى الصفر، إذا نجد X لT يساوي إلى واحد على اثنين A في T مربع، وهي العبارة المطلوبة. ثم خامسا إكمال الجدول ثم رسم البيان A يساوي G دو F باستعمال السلم المعطى. ها هو الجدول أمامكم، نكمل الجدول، معناه سنجد قيم التسارع A هنا. لاحظوا من أين سنأتي بقيم التسارع؟ هنا لاحظوا، هل سنطبق هذه العلاقة؟ هنا أكيد لا، لأن ليس لدينا قوة الاحتكاك، ليس لدينا الكتلة، سنستعمل هذه العبارة الأخيرة لإكمال هذا الجدول، حيث A ماذا يساوي 2X قسمة T مربع، A يساوي إلى 2X قسمة T مربع، والفاصلة X هنا قيل لنا نجر الجسم بقوة F من A إلى B، ونحسب زمن قطع المسافة هذه AB، وAB كما قلنا تساوي إلى 2 متر، إذن التسارع A يساوي إلى 2 في 2 قسمة T مربع، وبالتالي يساوي إلى 4 على T مربع. في كل مرة هنا A والزمن T، 4 على هذه اللحظة مربع، ونجد القيم ونكمل الجدول. إن أردتم نحسب A واحد مع بعض، A واحد ماذا يساوي؟ يساوي إلى 4 قسمة اللحظة الأولى 2.83 الكل مربع، نجد A يساوي 0.5 متر على الثانية مربع.
نكتب هنا النتيجة 0.5 وواصل الحساب أنتم كذلك أحسبوا. ها هي كل قيم التسارع. ننتقل الآن إلى رسم البيان A إيجال جي دو إف، هنا إف في محور الفواصل، وطبعا إف أعطي لنا بنيوتن، وهنا A في محور التراتيب أعطي لنا بالمتر على الثانية أس 2 هكذا. وقيل لنا هنا كل واحد سنتيمتر يمثل 0.2 نيوتن، أنا هنا أخذ نصف تدريجة هو 0.2 نيوتن لأن لوحتي صغيرة، هنا كذلك نصف تدريجة أنتم خذوا 1 سنتيمتر. طبعا لما يعطى لكم السلم عليكم باحترامه، إن غيرتم السلم لا يصحح المنحنى تاعكم. أبدأ بالنقطة الأولى التي إحداثيتها 0.1.3 والترتيب 0.5، أين تقع هذه النقطة؟ قسم 1.3 على 0.2 أجد 6 تدريجات ونصف، 1 2 3 4 5 6 ونصف، إذن هنا 1.3، ثم 1.3 يقابلها تسارع 0.5، إذن ها هي النقطة الأولى. ثم النقطة الثانية 1.4 لواحد متر على الثانية مربع، أي إحداثية النقطة الثانية 1.4 في الترتيب 1، دونك 1.4 قسمة 0.2 نجد هنا 7 تدريجات، معناه هنا ها هي وهكذا ترتيب 1. الآن كل النقط التي تحصلنا عليها نوصل بينها، سنتحصل على مستقيم هكذا بهذا الشكل. هنا السؤال السادس يقول اعتمادا على البيان أوجد قيمة كل من الكتلة M وعفوا شدة قوة الاحتكاك بتيت إف. ها هي هنا لما تعطى لكم عبارة للبرهان ثم يعطى لكم بيان ويخرج لكم خط مستقيم، دائما فكروا في كتابة معادلة البيان، هذا معادلة هذا المستقيم، ثم المطابقة بينها وبين العبارة النظرية التي وجدتموها. نبدأ بإيجاد معادلة البيان. نكتب البيان عبارة عن خط مستقيم لا يمر من المبدأ معادلته من الشكل طبعا A تساوي إلى ك في F زائد B، معناه رياضيا Y تساوي AX بلس B. هنا تفاديت كتابة A بالنسبة للميل لأننا نرمز ب للتسارع ب A، باش ندير رمز مختلف. هنا ك يمثل ميل البيان، نبدأ بحساب ميل البيان ك، وقلنا لحساب ميل البيان نختار نقطتين، نختار النقطة الأولى والنقطة الأخيرة هنا، ونحدد الزاوية التي سنسميها تيتا بما أن ألفا موجودة بيتا موجودة، سنسميها تيتا. إذن كا يساوي تانجنت تيتا ويساوي إلى ماذا؟ الضلع المقابل الذي هو هذا، معنى قيمة التسارع الأخير حسب الجدول التسارع الأخير هو 4 ناقص قيمة التسارع الأول هو 0.5، ثم الضلع المجاور هنا دونك قيمة التسارع 4 توافق إلى القوة 2 0.5 1.3، إذا يكون لدينا في البسط 4 ناقص 0.5، في المقام يكون لدينا 2 ناقص 1.3، سنجد كا يساوي إلى 5، هو الميل. إذن ب الذي يمثل نقطة التقاطع مع محور التراتيب، هنا لا يكفيني المكان، اللوحة صغيرة، أنتم على الورقة مددوا هكذا بهذه الطريقة حتى يقطع محور التراتيب عند نقطة طبعا هنا ستكون ناقص 6، ستجدون ناقص 6، ب يساوي إلى ناقص 6، منه
معادلة البيان هي A، تسارع A يساوي إلى 5F، 5 في F ناقص 6، ها هي معادلة البيان. تذكر الهدف هو إيجاد الكتلة M وشدة قوة الاحتكاك. الآن لدينا عبارة البيان ولدينا العبارة النظرية، بالمطابقة طبعا بين هاتين العبارتين، ها هو F، ها هو F، ها هو A، ها هو A، معنى هذا يمثل أو يساوي إلى 5. بالمطابقة يكون كوس بيتا قسمة الكتلة M يساوي إلى 5. إذن الكتلة M تساوي إلى ماذا؟ كوسينوس بيتا قسمة 5، وتساوي إلى كوسينوس بيتا 60 درجة قسمة 5. نجد M تساوي 0.1 كيلوغرام، أي بالجرام 100 جرام. ثم الآن الطرف الثاني، هذا الناقص، ها هو الناقص الناقص، إذن 6 يساوي إلى كل هذا، معناه نكتب إذن بتتف قسمة أم زائد جي في سينوس ألفا تساوي إلى 6، هذه 6، ونحن نبحث عن F هذه، إذن F على أم يساوي إلى 6، ديكول هذا الطرف الثاني ناقص جي سينوس ألفا، F تساوي إلى M افتح قوس 6 ناقص جي سينوس ألفا يساوي إلى M، وجدناها للتو 0.1 في 6 ناقص جي 10 في سينوس 30، F تساوي إلى 0.1 نيوتن، ها هي. ثم السؤال السابع، أحسب سرعة الجسم S عند الموضع B في التجربة الأخيرة. في التجربة الأخيرة معناه ماذا لدينا؟ ها هي التجربة الأخيرة، لدينا قيمة القوة F تساوي إلى 2 نيوتن، الزمن 1 ثانية، والتسارع 4 متر على الثانية مربع. قيل لنا أحسب سرعة الجسم عند الموضع B، معناه يكون قد قطع مسافة 2 متر. دونك لدينا المعطيات هنا، القوة تساوي 2 نيوتن، الزمن T يساوي 1 ثانية، والتسارع A 4 متر على الثانية مربع، والمسافة المقطوعة AB تساوي إلى 2 متر. إذا سأستعمل أي قانون لحساب السرعة؟ بما أنها سرعة ولدينا اللحظة ولدينا التسارع، وجدنا سابقا معادلة الزمنية للسرعة. دونك المعادلة الزمنية للسرعة طبعا لسرعة الجسم خلال حركته هي فيليتي تساوي إلى أتي، وهنا تساوي إلى ماذا؟ A يساوي 4، إذن 4 في T، وبالتالي V تساوي إلى لحظة وصول الجسم إلى الموضع B هي 1 ثانية، إذن V تساوي 4 في 1 وتساوي 4 متر على الثانية، وها هي قيمة السرعة في التجربة الأخيرة. ثم الآن السؤال الثامن يقول، ما هي قيمة القوة F التي من أجلها يتحرك الجسم بحركة مستقيمة منتظمة؟ معناه ما هي قوة الجر التي نطبقها لكي تكون حركة هذا الجسم S مستقيمة منتظمة؟ دونك كيف كان يتحرك في التجارب الستة؟ كان يتحرك بحركة مستقيمة متسارعة بانتظام. لماذا؟ لأن قيمة التسارع في التجارب الستة كانت ثابتة وموجبة. إذا كان الآن سيتحرك بحركة مستقيمة منتظمة، معناها التسارع A يساوي إلى الصفر. إذا نعود إلى البيان، سنقوم بتمديده حتى يقطع محور الفواصل، أين A
يساوي إلى الصفر، التسارع معدوم هنا، وتوافق قيمة القوة، القيمة 1.2 نيوتن. من البيان F تساوي إلى 1.2 نيوتن طبعا، ويكون A يساوي إلى الصفر. A يساوي الصفر عند هذه القيمة، معناه القوة التي يجب أن نجر بها الجسم ليتحرك بحركة مستقيمة منتظمة هي 1.2 نيوتن. الآن تاسعا، نعطي الآن للجسم السرعة ابتدائية عند الموضع A دون تأثير قوة الجر. الآن نقذفه من النقطة A هنا بسرعة ابتدائية، دونك بسرعة ابتدائية عند الموضع A دون تأثير قوة الجر. ثم ألف بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة للجملة جسم بين A وموضع كي في M قبل B، دونك قبل B سيكون M مثلا هنا أردتم. استنتج عبارة تسارعه ثم حدد طبيعة حركته في هذه الحالة. هنا نستنتج عبارة التسارع بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة. طبعا نكتب معادلة انحفاظ الطاقة إن أردتم، مروا بالحصيلة الطاقوية. معادلة انحفاظ الطاقة شكلها العام هذا هو: الطاقة الابتدائية زائد الطاقة المستقبلة ناقص الطاقة المقدمة تساوي إلى الطاقة النهائية. الآن الطاقة المستقبلة والطاقة المقدمة هي على شكل أعمال القوى، لذا سنمثل القوى المؤثرة على الجسم في حالة صعوده. تؤثر عليه قوة ثقله بي طبعا هكذا بي، قوة رد الفعل R بهذا الشكل، وتؤثر عليه كذلك قوة الاحتكاك بهذه الطريقة طبعا عكس جهة الحركة هكذا بتتف. ما هي أما قوة الجر؟ قيل لنا دون تأثير قوة الجر. إذن الآن الطاقة الابتدائية معنا في الموضع A للجبلة جسم، الجسم ماذا يحدث له؟ يتحرك، إذن يملك طاقة حركية، وفي الموضع A ستكون طاقة حركية أساء. الآن ما هي القوى التي في جهة الحركة؟ لا توجد ولا قوة في جهة الحركة، إذن الطاقة المستقبلة تساوي إلى الصفر. ناقص الآن القوى التي عكس جهة الحركة أو القوى المعيقة. لدينا قوة الاحتكاك عكس جهة الحركة معناه هي معيقة، وقوة الثقل خلال الصعود هي كذلك معيقة. إذن ناقص القيمة المطلقة لـ WP طبعا عند الانتقال من A إلى M، ناقص القيمة المطلقة لـ WF طبعا عند الانتقال من A إلى M، لأن أعمال القوى هذه تتعلق بالانتقال أو المسافة المقطوعة، يساوي إلى الطاقة النهائية. قيل لنا بين A وموضع K في M، إذن الطاقة النهائية في الموضع M أس M. هنا الهدف هو إيجاد عبارة التسارع وليس بالقانون الثاني لنيوتن. إذن بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة سنحاول كتابة هذه معادلة انحفاظ الطاقة على شكل محذوفية الزمن، معناها السرعة في الموضع النهائي ناقص السرعة في الموضع الابتدائي يساوي إلى 2 A أي 2 في التسارع في المسافة المقطوعة. لذا نبدأ بـ ECM، ندي هذا إلى هذا الطرف، يكون لدينا ECM هذا إلى هنا ناقص ECA يساوي إلى ماذا؟ ناقص القيمة المطلقة لـ WP طبعا عند الانتقال AM، ناقص القيمة المطلقة لـ WF عند الانتقال AM توجور. ثم الآن ECM هي 1 على 2 M VM أس 2 ناقص ECA 1 على 2 M VA أس 2 يساوي ماذا؟ ناقص القيمة المطلقة لـ WP تساوي إلى ناقص M G V
في أش، حيث أش هنا ماذا يمثل؟ ارتفاع أم عن أ. معناه أش هو هذا الارتفاع، هذا ها هو أش، الارتفاع بين الموضع الابتدائي والموضع النهائي. أش ناقص القيمة المطلقة عمل قوة الاحتكاك دائما ناقص اف في الانتقال ام. ام هكذا. ثم نواصل نستخرج واحد على اثنين ام كعامل مشترك، هنا يبقى في ام وسنين ناقص في ا وسنين يساوي الى ماذا؟ ننزع القيمة المطلقة مع الناقص، معناه ناقص تروح القيمة المطلقة ويروح الناقص مباشرة ام جي اش، ثم الناقص هذا بعد يروح الناقص هذه مع القيمة المطلقة ناقص اف ام. تذكروا اعزائي التلاميذ ان الهدف هو كتابتها على شكل محذوفية الزمن، معناه هذا الان يساوي الى ماذا؟ 2 في كل هذا قسمة ام، معناه في ام وسنين ناقص في أ وسنين تساوي إلى 2 في ناقص أم جي أش ناقص أف في أ أم هكذا قسمة الكتلة أم. ثم إيجاد عبارة الارتفاع أش، هذه دائما بما أن أش هو الضلع المقابل للزاوية ألفا، إذن بواسطة سينوس ألفا الذي يساوي إلى أش المقابل على الوتر أم هكذا، يصبح أش يساوي إلى أم في سينوس ألفا. وأطيره نعوضه هنا، نجد في أم أسنين ناقص في أ أسنين يساوي إلى ماذا؟ 2 في ناقص أم في جي، الآن أش هو أ أم سينوس ألفا ناقص أف في أ أم الكل قسمة الكتلة أم. هنا أستطيع أو يجب أن أزيد أستخرج أم كعامل مشترك، يبقى دونك في أم وسنين ناقص في أ وسنين يساوي إلى 2 في أم مع افتح قوس ناقص أم جي سينوس ألفا ناقص أف الكل قسمة أم هكذا. هنا لاحظوا كيف أصبحت العبارة، هنا لاحظوا في أم وسنين ناقص في أ وسنين تساوي إلى 2 في هذا المقدار، دونك أختزل هنا لما أفكك الكسر أختزل أم مع أم ناقص جي سينوس ألفا ناقص أف على أم هكذا الكل في أم. دونك هل تعرفتم على هذه العبارة؟ هي عبارة محذوفية الزمن، حيث دونك في في موضع معين ناقص في في الموضع قبله طبعا الاثنتين مربع يساوي إلى دوزا في المسافة المقطوعة، معناه هنا التسارع أ هو هذا، معناه العبارة كلها هي هكذا في أم مربع ناقص في أ مربع تساوي دوزا في المسافة أم، معناه بالمطابقة سيكون لدينا أ يساوي إلى هذه العبارة، منه أ يساوي إلى ناقص جي سينوس ألفا ناقص أف على أم ها هي. ثم تذكر قيل لنا ما هي طبيعة الحركة، جي مقدار ثابت سينوس ألفا ثابت موجب أف موجبة أم موجبة، هنا الناقص مع الناقص إذن أ أصغر تماما من الصفر
طبعا ويساوي الى ثابت واصغر من الصفر. المسار مستقيم، دونك ام مستقيم، اذا الحركه مستقيمه متباطئه بانتظام. ثم السؤال ب يقول ما هي قيمه السرعه في الواجب اعطاؤها للجسم اس حتى يصل الى اعلى المستوي اي الموضع ب بربع سرعته في ا؟ معناه يكون لدينا في ا تساوي قيمه معينه، تساوي قيمه معينه، معناه كم يجب ان تكون في ا لكي يصل الجسم الى الموضع ب بحيث تكون في ب تساوي الى ربع في ا؟ هكذا ربع في ا او في ا على 4 نفس الشيء. هنا طبعا لايجاد في ا نستعمل هذه العباره، لكن ليس بين أ و أم، إنما بين أ و ب. دونك لدينا هذه العبارة أي في ب أس 2 أو محذوفية الزمن ناقص في أ أس 2. لو نعيد برهانها بتطبيق مبدأ انحفاض طاقة سنجد نفس النتيجة، يساوي إلى 2A 2 أ أو 2 في كل هذا ناقص جي سينوس ألفا ناقص F على M في هنا AB، دونك بين A و B. نعوض الآن VB بما يساويه، معناه VA على 4 نعوض VB بVA على 4 طبعا بدون أن ننسى هذا أس 2 ناقص VA أس 2 يساوي إلى 2 في كل هذا ناقص G سينوس ألفا ناقص F على M في المسافة AB. لدينا VA أس 2 قسمة 16 ناقص VA أس 2 هكذا يساوي طبعا إلى كل هذا 2 في ناقص G سينوس ألفا ناقص F على M في المسافة AB. ثم في ا أس 2 على 16 لما نوحد المقامات نجد في ا أس 2 قسمة 16 ناقص 16 في ا أس 2 قسمة 16 يساوي إلى كل هذا، سيكون لدينا ناقص 15 على 16 في ا مربع طبعا يساوي كل هذا. نروح خطوة بخطوة، ثم الآن في أ أس 2 يساوي إلى 16 في كل هذا قسمة ناقص 15 هكذا 6 ناقص هذا 16 في كل هذا قسمة 15، 16 في 2 سيكون لدينا هنا 32. ثم في أ مربع يساوي كل هذا وفي أ يساوي جذر كل هذا، دونك هذا ماشي عدد سالب دونك يخرج هنا الناقص مع الناقص هذا يولي زائد. نجد قيمة في أ تساوي ناقص طبعا جذر ناقص 32 ناقص 10 جي، دونك سينوس ألفا 30 معناه سينوس 30 0.5 ناقص قوة الاحتكاك 0.1 قسمة الكتلة 0.1 في المسافة AB التي هي 2 متر كل هذا قسمة 15. نجد قيمة VA تساوي إلى 5.06 طبعا الوحدة متر على الثانية. ها هي وصلنا لنهاية حصة اليوم أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكون مفيدة لكم، إلى حصة قادمة إن شاء الله.